شيب وشباب ونساء تعاهدوا فتكاتفوا منذ دخولهم إلى ساحة التحرير في حراكها الشعبي الأخير على إظهار بغداد بحلة أجمل وبصورة أبهى، فنتج عن ذلك تكاتف الجميع، صبغ الأرصفة، تنظيف الشوارع، رسم الجدران وفتح الأنفاق والمحال التجارية التي عجزت عن فتحها أمانة العاصمة، بل وحتى عن إنجاز جزء مما أنجزه المتظاهرين. الصورة الجيدة والرائعة اللي قدمها شبابنا اليوم المنتفض في ساحة التحرير، يعني حقيقة سووا أمور أشياء تجميلية، تزيين وتنظيف الشوارع، قدموا خدمة كلش رائعة، ووصلوا صورة للعالم بأنه إحنا شعب مثقف متحضر سلمي. من جينا تفاجئنا لقينا الأماكن كلها مرسومة، فهذا أنطى بصراحة روحية. أغلب المشاركين في هذه الحملات يستغربون ضعف الأداء من قبل بعض المؤسسات الحكومية في إظهار بغداد في حلة أجمل، وضعوا الاستفهامات بعدما رأى معظمهم أن أعمال الترميم والتنظيف لا تكلف ميزانية الحكومة الأموال التي يعلن عن صرفها، خصوصا أن مرافق بغداد المتعددة لم يتحسن وضعها، مطالبين الحكومة بمحاسبة المقصرين أمام الملأ. يا أخي اليوم أمانة بغداد صرفت يعني المليارات من الدولارات في إعادة إعمار النفق. اليوم أنت تشوف المتظاهرين صرفوا شيء بسيط في إعادة النفق. المطعم التركي، الشباب احنا من الشيرات صار بعد النفق، شوف الشباب ما قصروا بلاد. يعني حتى النفق صار متحف هسه، يعني 16 سنة لا مسوون شيء، ساعة تحرير المحلات والجو النصب صار تخبل مناطق. نفق ساحة التحرير والنفق التجاري والمطعم التركي هم أبرز الدلائل على تكاتف المتظاهرين في جعل هذه المرافق المهمة في بغداد أجمل وأبهى. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.